السلام عليكم مشاهدينا ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. صحيه الحوت ديالنا كاملين اللي كيشاهدونا، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ المهم غنعملوا معكم واحد الفيديو ديال الفطور ديالنا، وبقاو معنا في طريقه تحضير ديال الفطور ديالنا. في المقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش اللايك واشتركوا في القناه ان شاء الله يا ربي باش يوصلكم كل جديد. ادي العبدو وسلمى، وخليكم مع سلمى. اخوتي دابا غنعمل معكم واحد الطبق في الفران، شحال نعملو الصراحة توحشنا. ايوا دابا غنعملو معكم، غنبدا بالترميلة ديال الدجاج. عندي هنا ليبزار، هاهو عبدو قال ما باقيش شي، قلت له كاين الطبق، قال لك لا والو اسيدي قاه انت وصافي، خا هو يعرف مسكين جبير. خرقوم، انا ما قنعونيش يعطي الصاني بدلوهم، والله الا تشوف صافي صافي طلعوا لك مخك واخ بدلوهم. المهم هنا غنعمل شويه الهريسه، غير شويه صافي. زين بنات الهريسه هذه ديك نعملتها عملتها مع الحجه تاعي. لا هادشي او سيلونس الحليب مطيشه غاليه داي، والله الا غاليه. قالوا بينا قسم مطيشه ان شاء الله بحول الله. حامضة تمام، بعدنا شوية القصة. يوم ان شاء الله يا ربي احنا في الفطور 10 لا اكثر، رقم 11 هذا الفطور رقم 11. كيف ماشيين مع رمضان؟ كيف قيالين؟ كيف نتوما مزيانين؟ والله الا احنا بخير، اللهم لك الحمد الحمد لله. شويه د المليحه وشويه دابا رمضان مش بيتك نمشي. الزيت شويه د الزيت مخلطه عندك ولا بأرض العربية؟ هادي خلطه دابا مابقاش البلديه، البلديه غاليه. شو عملت هنا؟ حتى الخضره واحد الستر جبتو كبيره الفروج وما ما هادشي اللي كاين دابا. دابا قول لي هالغلا و ها بصلة غالية روحي مع النص واحدة بزاف. دابا قالوا كلشي بيرخص ان شاء الله بحول الله، فوقاش قالوا البارح. المهم انا عاد نسمع الاشاعات ماشي داكشي بصح. لا كلشي في الفران دابا يجي مزيان. دابا خوتي غنشرمل هاد البطاطا وتجعد هنا. فين مريم الجزائري؟ ها؟ مريم مرا الدار، زيد مرا الدار. شاقي هاي نزل له الربع للتومة. إي تخربق؟ لا تكل على العيال يزولوا لها الربع للتومة. مثلا أنا تكلت عليها، ماما قول فانتاس مشاو. النفس اللي ما فيهاش فيها هما. لا حنا فيناش النفس. حنا الكرة دابا بيكون فينا النفس. حنا الرابو بس. شوف تبارك الله هذا الدلية تبارك الله، شوف زبرتها شوف كيفاش قات ملي مشيت هي شبا راه عيطها الطرق ديالها، عيطها طلع عيطها لا يمشي مشا لقيت راسك حيت هيدي هيدا شبا راه حنا قينا لك هادي. شوف هيدا وقطع خضر كاملة مزيان، كلشي غادي مشي الخضرة لقيت عليها يدا ما تقدر تجيب تعاود تجيبو. دابا خصنا نمشي نعجن الخبز مكيناش. شحال بقى الخبز؟ عشية ثلاثة ولا بدا تجل الفرن ولا الفران؟ ها الفران صح. دابا رمضان نجربو معاكم العجانة.
عطى السميه ديالها نعطيوها لكم. بزاف التعليق على شنو السميه ديالها. دابا غنزيد شويه ديال الزيت في هذا الخضير. ما يزيدوش شي كاس ديال الماء. الماء ضروري. شي نص كاس. داخل. نزيد واحد كاس ديال الماء ونغلفها بالسالوفه. حتى الاخر نحيد لك السالوفه، حنا بغينا تجي محمره مجمره. صار هي تبابا شوفي لوحدي الكاس ديال الماء شويه. بسم الله. هاي دابا راه وغنفرك السلوفه. المهم انا عملت الماء هنا يتفاو ها هما وغنعجن كيف تصحي كيف العجانة ديالي وغنبدا نعجن إن شاء الله. شوية تكون ديال الفرص شوية ديال الزرع شوية مليحة شحال عملت الكيلو؟ شحال عايله ميزانها؟ شي جوج كيلو هنايا. بالنسبة للناس اللي قالوا لي اش من ماركة، ها الماركة ديالها، هاي هادي هي الماركة ديالها بروفي كوك. بروفي كوك كنتو عارفين و صافي. هذا عجن ياك؟ انا عجنت يا بيتزا و عرفت العجينة ديالي. قرصتها؟ الضيفة النهار ضيفة الشارع. ضيفة الشارع نسيبها هي نسيبها. الله يرحم والديها مسكينة، الله يوقف لها الألم ديالي. كي جات هذيك العجلة نسيبها؟ مخيرة الحكومة مخيرة بصحتها، دوزتها لكم. الله يوقف لها الألم ديالها ويعطيها ربي الصحة ديالها والعائلة ديالها وشي يتمنى على الله. تقول ربي السلام عليكم الحبيب، تبقى هي لاباس عليكم مع رمضان كيف انتوما، لاباس عليكم وولادكم عايز عليكم. الله تعالى الحمى يخوف عليكم ويرحمنا بالروح. امين ادين سيدي. الله يرحمنا بالرحمة الله. اللهم امين ادين سيدي. الله يرحمنا بالرحمة الله. بالروح. 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 بالرحمة الله. يا. بالروح. ما يبقاش فيها بحال اللي. بحال اللي مغسولة. رحمك الله بها. شحال كذا زعما الخبيزة؟ رحمة الدنيا والاخرة. حيشوش ثلاثة خمسة. تبارك الله. بصحتك. قال لنا خاصهم هادي. بصحتك وعقبال واحدة أخرى عاود. امين والله يخلف عليها مسكينة هاد السيدة. الله يخلف عليها بالليل. الله يخلف عليها خليفة الدنيا. وحنيناها وعزيزاها وشاي. أضعفوا هي كامل. أمين أدين سيدة. أمين جيب الكرسي العزيزة. كتشوفكم شاقين. كلاس معنا نهار كبير هذا. ماشي عايش كبير. الله يلا عزيز عليا. أنت عندها عزيز وبنتي عندها تهلا فيها بحال تهلا فيا أنا. الله يرحم والدي. هداية؟ عنده شي ولاد الله تعالى يخليهم له. عندهم ولاد الله تعالى يخليهم له وينجيهم له. فيتهلا فيهم ولادهم. بيت الله في الله مقلدهم. أختي زين والله شاركونا معنا الفيديو أختي زين. الخبز رقم واحد. عرزوقة عرزوقة. بزوجة. واخا. أنا نطلقوها. ها؟ أنا نطلقوها. لا زوجي محسن. علاش ما نهضرش أنا بصري مالا. شنو هاد الغلا هداية؟ ولي على زعما يصوروا ما يهضرش الناس. ما نهضرش أنا. هداية. ها قرص وجماعة. انا قلتها في البلاصه شهر الرحمه هذايا. الله يلا شهر الرحمه والمغفره الصدقه وشهر كلشي والبركه وعجينه. تبارك الله على بديت نعرف رجلي شو كي تجبد هذا تعجبت انتينا تقعد تعجبت تعجبت عشي يا جماعه كنت نعرف نقرص. انا نقول لك غادي يكون بحر الخير كبير الله يجيب الدنيا والاخره. دا كيصلكم ماشي عندي درت لها قمصه واربعه وجيب لي صافي قريب تيبا عاملة كنسي والله لا تستاهل كل خير سهلة بالعشرة ديال الفرن. والله يا المتابعين لقيتو الشلاضة في المغرب وجربتوها كتجي واعرة كتجي صحية. وهاد الشلاضة بالخضر انا قيت الطبق الرئيسي النهار. ها؟ هو الدجاج. الدجاج الطبق الرئيسي وهذا من المقبلات. يا مسلم. ها؟ سلام.
طب هذاك الرز الرز عندك هذا مغلي مسلوق هكا نقولوا له مغلي في الجبل راه شويه الدره يعني بيه افتح الباب افتح مريان شقت شوقي انت اجي نشوف شوقي شنو عندك؟ هذيك التمر شكون قاس فيها؟ شكون قاس في هاد التمر هادي شكون؟ هادي كان بحال هاديك وانا وازاي؟ شوقي احنا عينا الله يلعينها في شخصي من الناس عرفتي كنمشيو للكوزينة وكنرجعو نجلسو كنمشيو للكوزينة ونرجعو نجلسو أنا ما عيتشي شي العياي بحال شخصي خابحة عرفتي واش الصيام والإرهاق والجعان إلا أنتي في الليل ما بنعشي مرة نمشي للقهوة الناس يرخي الناس مرة نمشي بالصح بالصح ما مشبعش النعاس باش نبطل احنا الرقابة بالبقرية اختك فالجو مطلشي داكل اختك فاني هي 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 هذا كل كني عندها غايدة هنا اختين صح يكون عندها اختها حبيبة ولك اخاك لك اخاك ويلم لك اخاك ويلم لك اخاي ويلم ويكون اخاك انت يا البهلة بس انا واحدة كبيرة لما لقيت اختي في حي في الطسطين ماشي امرأة هذاك المتابع ديالنا قال مسكين انا عايش بوحدي وتوحشت البسطيلة وانتو مع الاسرة ديالي بحال الاسرة ديالي انا عايشت ما واش يا قراوة هذا قمريا من المتابع ديالنا انا نقول لاختي نسميتو ديالنا ها هو التعليق ديالنا شتو تحياتي لي ليك اخي العزيز والله يسهل عليك في جبت الناس يا ربي امين احنا دائما اسرة ديالك الله يرحم الوالدين ديالك شكرا لك جزيل الشكر انا انت شنو انت شنو انت شنو يا سلام انا نسيت طعام اسد مشي لعند عمي حميدو صح جيك لحظة خير من السوق ومشي طيالو الله يجمع الزايد ديالكم الله يعطيك الصحة ديال سلامة واسمح لنا الله يرحم الوالدين ديالك والله إلا عيانا وادعم المجهود والله إلا اسمح لي ولكن أنا ما يكون فيها الخطر أنت عراني أما كنت فيها أسمحنا بسم الله الله يعطيك الصحة البرد البرد البرطة نسيها الله قال البرطة انا الصب يا ربي يا كريم ترحمنا مش طيب الخبز الله يعطيك الصحة جوج خبزات المهم يد المغرب فكينا. ساليت دابا شنو فكوكو بالصيام؟ ولكن ما خرجتش حتى فرمان نمشي ها؟ انا ما خرجتش حتى فرمان نمشي دابا جاني واحد التليفون ها؟ فرمان نمشي شفتني شي جبت الشكاره ديالي السؤال انا خذ عملنا ماشي ماشي مستقبل يدي عرفتش فيها يلا خليتها لغدا يلا ها؟ والله يلا تمشي دابا؟ اه ما تفرق في الصيام؟ وين فرق الصيام تاع ديالي غير نوصلو انا يوم نجبا في القهوه في نقص يوم انتي وين راني نقص يوم لا ونسحب الطاعه راه تجيني بها خلي تال مع الصحاب من جي انا ونديك بحال لا جبا يا انا خيت الساح حابه تمشي مشي ما حابش يجلس على الطريق انا عارفه باش يوقع عليا الدار قلت لي انا عبي نص ساعه من عبي دار عبي لي تواش المهم المهم طيب فرما يوم ما نمشيش الساح خلق كنت ماشي انتينا انا بدي نمشي بقى على حالي دمعي يا ساح دايما دوز عليا ساعة طايا ساح وخلص ساعة الفطور ماشي 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 رمضان وانا خدمت شنو قال قلت له عجوه قاعد يفك شيء الساعه زيد نهار اخر وحق ما نتا الغد صافي ماشي شي ايه عيطي لا خايت تغزع مي عيط من الغمعه قد ازيتيني قال عزيزه شاقله ها
شاقي دابا؟ دابا الفطور دار الحق ديالي يا بابي تمشي دابا منين 5 دقائق خفا السوق بقى 46 ستار ستار مع الطريق نمشي انا قطعت القصير طقيقات ماشي ديزا تشهات اوه هذا شي واعره سيت ما زولت لا شي هذه انا شي ما زولت لها سالوفو تي واحد المتاكل ها الخضره طايبه لا هذيك شي واه الله يعطيك الصح هاي هاي صافي هذه عارفه طايبه شتي برافو لا يعطيك الصح قيس انت طايب عرفتي انت طايبه الدجاج هذا تنتينا مثل الليمون ديك الطريقه قيتها الواعره ما يضربتهم ب طبق اش من طبق طبق ديال عبدو هذا غير والله الا جمع المغرب ارى مني ديك الرقعه نهزم ها انا ديال نسيبه رزوقه صحتك مع راسك يلا هنسيب بحال هكا زعما كاين غير المقله انا يا طور عليا ديال النهار قلبت اخواها صح صدقتي طور عندها نقول طور عليا ديال النهار عطيه الله منين انا مشيت المغرب الدقه لا راه نهار تبقى مطوره يا الله يلا تبقى مطوره هي معات قلبت بها في اخر المغرب صافي مشي هاتي عندي المتابعين خاصها تطلل عليا وانا نشوف حالي راه ندير عندها المسؤوليه ديالي يا حبيبه ماشي انا كاينه وحدي عندها ولادي صافي ماشي معاهم ماشي وحدي يا الحق ديالك هذا نسيب بسم الله نسيب بسم الله بسم الله كتب الله الخبز ها هي جا المسؤوليه ديالي زعما واقع صغارين واخا ماشي واخا بسم الله نسيب استاذ وين مع مدبر غطيت بالرضا سكر يا وجه الله كلشي يا وجه الله لا ما عندها ما يسال الله يعطيها الصحه الله يرضى عليه بقيتي تخدم ما فعلتش صحتك هادي نسيو تستاهل كل خير المهم الطبق تسلمك كما تشوفوا الشلاضه المائده المغربيه اللي ما خطاها الحريره اللي ما خطاهاش الحريره الحريره ولا البسيطه هادي خصنا الصبل شنو خصك فيها شنو خصك فيها كالامار والكامبا شنو اخر كلشي صح خاصنا ندخلوا لديك سوبر مارشي اللي رجعنا ليه هذاك فيها المهم المتابعين ديالنا دابا غنفطروا ان شاء الله اجي فطر معنا مرحبا بكم حيتاش نتوما الجيران كاملكم يقدروا يشاهدوا الفيديو في جوج ديال النهار يكون بنادم باقي صحيح قبل ما يدعيو لنا قبل ما يشاهدوا بالصحة بفطوركم اي والله يرضى عليك المهم في جوج ديال النهار قلت لكم كينزل الفيديو لان كيبقى ياكل القبار تاعي داك الكنار كنتي شوية شوية ناقص كيشتهي بالصحة يلاه خوتي بالسلامة عليكم تهلا براسكم نسيبة قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم كاملكم بالصحة والكبير. وبالصحة وفطركم. صحة وفطركم السلام عليكم. الفطر ديالكم الصبر ديالكم كلشي ديالكم. مريم قول لهم السلام عليكم. السلام.